أهلاً ومرحباً بكم طلاب أكاديمية العزيز النموذجية الصف الخامس. عنوان درسنا لهذا اليوم آيات من سورة البقرة، فلنستمع لها خاشعين. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، يعني لا يوجد اي انسان
القيام بها. مثال العبادات، شو اشياء من عبادة الله سبحانه وتعالى امرنا فيها والانسان بكل سهوله يستطيع فعلها؟ تفضل. احسنت. اذا من الاعمال التي كلفنا الله بها مثال عليها الصلاة. أيضا أحسنت، الصوم أو الصيام، وأيضا مثلا قراءة القرآن وهو أمر بسيط جدا. إذا الإنسان يستطيع القيام بهذه العبادات، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بعبادة لا يستطيع القيام بها. في صفحة 20 هناك حديث شريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أميز بين الأفعال التي يحاسب عليها الإنسان والأفعال التي لا يحاسب عليها الإنسان في الأمثلة التالية. طبعا الحديث معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان إذا كان مخطئا، إذا أخطأ بشيء لا يحاسب عليه. وأيضا إذا نسي مثلا نسي صلاة الظهر مثلا وعندما تذكرها أداها، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبه. وأيضا الأشياء التي استكره عليها، يعني إذا إنسان أجبرك مثلا أنك تفعل شيء في معصية وكان مثلا في قتل، مثلا حكى لك مثلا بقتلك إذا مثلا ما إذا صليت، فأنا امتنعت عن هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على هذا الشيء. تمام. عندك أمثلة هون، نشوف إيش الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى بيحاسبني عليها أو الأشياء اللي ما بيحاسبني عليها. المثال الأول: أكل يحيى ناسيا وهو صائم، هل يحاسب يحيى في هذه الحالة؟ طبعا لا، لأنه ناسي. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النسيان لا يحاسب عليه الإنسان. نسي مؤيد أداء صلاة العشاء، هل يحاسب مؤيد بأنه نسي أداء الصلاة؟ طبعا لا، لأنه نسي. المثال الثالث: نام بدر عن صلاة الظهر حتى حان أذان العصر، هل يحاسب الإنسان على ذلك؟ لا يحاسب الإنسان في حال كان نائما أيضا، إذا كان الإنسان نائم فهو لا يحاسب على أعماله، أما إذا استيقظ فيجب عليه أداء هذه الصلاة التي فاتته. والآن الواجب المطلوب منا هو حل صفحة 21، وهكذا نكون قد انتهينا من شرح آيات من سورة البقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.